من جهة الرابعة مع منى سامي. بكم لا تظاهرات يوم السبت إلى إشعار آخر. الصدر يؤجل المليونية حفاظا على السلم الأهلي، ووزير الصدر يشن هجوما حادا على أطراف في الإطار، واصفا إياهم بالثالوث المشؤوم الذي يلعب بالنار، واتهمهم بتأجيج الحرب الأهلية من خلال الاعتصام مقابل الاعتصام أو المظاهرات مقابل المظاهرات. الصدر مرة أخرى استثنى قيادات في الإطار، ولكن هذه المرة بشكل واضح قائلا أن فيكم شيخ الإطار، وإن فيكم مسؤول الحشد أمة الشجعان، وفيكم بعض مما زال يغلب التعقل على الطفقة. أما الإطار فقد طالب على لسان الخزعلي بالتوقف فورا عن أسلوب المناكفات أو أسلوب التصعيد والتنابز، فالتصعيد على حد قوله والتوتر لا يخدم إلا مصلحة العدو. رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي قال أن الحكومة ليست طرفا بالصراع السياسي، فيما دعا القادة إلى اجتماع وطني في قصر الحكومة يوم غد الأربعاء للبدء في حوار وطني جاد من أجل إيجاد حلول للأزمات الكثيرة. طبعا الأزمة كثيرة والمبادرات والدعوات كثيرة، ولا شيء على أرض الواقع إلى الآن. ليس ببعيد عن الشأن الحكومي، وفي خطوة مفاجئة قدم وزير المالية استقالته إلى الكاظمي وتم قبولها على الفور. مصادر تحدثت عن أسباب استقالة علاوي بعدم وجود خطوات فعلية لتطبيق بنود الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي منذ إقرارها. علاوي عبر عن انزعاجه الشديد من عدم إنهاء الفساد والتلاعب بقطاع المصارف وزيادة القضايا حولها، وما خفي كان أعظم. نبدأ حلقتنا اليوم بالترحيب بضيوفي الكرام، السيد وائل الركابي عضو دولة القانون، أهلا وسهلا بك سيد وائل، إضافة إلى الدكتور مجاشع التميمي الباحث في الشأن السياسي، أرحب بكم. خلينا نبدأ بالموضوع الأبرز لهذا اليوم، وهو استقالة علاوي وقبولها على الفور. ما رأيك بهذا سيد وائل؟ يعني هل تعتقد أن خطوة الاستقالة هذه جاءت بالتزامن مع تشكيل الإطار للحكومة، وبالتالي تسنم علي علاوي رئاسة الوزراء؟ بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرة الست منى وللأخ العزيز دكتور مجاشع ومشاهديكم الكرام. يعني حقيقة أنه الاستقالة جاءت في وقت متأخر، كان ينبغي عليه إذا كان لديه رأي في عملية عدم صلاحية الورقة البيضاء، هذه الورقة التي لم تقدم لاقتصاد العراق شيء، كان ينبغي عليه كوزير مالية ومهني أن يقدم استقالته منذ الأشهر الأولى لتسنمه لهذا المنصب. لكن الآن بعد أن شعر بأنه هذه الحكومة حكومة تصريف الأعمال، هي حكومة لربما منتهية يعني خلال الأيام القليلة القادمة لمجرد أن يتم التوافق، يعني هذا خبر أن الحكومة ستشكل خلال أيام قليلة قادمة سيد وائل، يعني لمجرد أن يتم التوافق على عقد جلسة للبرلمان يتم اختيار فيها رئيس الجمهورية، يعني بمعنى أنه الأمور ماضية إلى تشكيل. وعلي علاوي بعيد عن الترشح لرئاسة وزراء؟ يعني أنا لا أتصور أن علي علاوي سيكون بديلا للسيد الكاظمي، لأنه أيضا قد أخفق في إدارة وزارته، وبالتالي نحن نبحث عن شخصية تستطيع أن تعبر بنا بهذه المرحلة الحساسة الحرجة إلى شخصية كفوءة، شخصية إدارية، شخصية لا تميل إلى طرف دون آخر. لكن السيد علاوي فشل في إدارة وزارة واحدة، فما بالك بإدارة بلد. لذلك يعني أميل إلى أنه أراد أن يبرر
يعني صفحته باعتراضه على مجريات أو عدم تطبيق الورقة البيضاء. وفي كل الأحوال مهما تكون التبريرات يعني أنا أتصور أنه هي استقالة قد تكون يعني لتحسين الصورة أمام المجتمع العراقي أو أمام الطبقة السياسية. لكن تقولي لي أنه هو من الممكن أن يكون بديل، لا أعتقد أنه يكون بديل لرئاسة الوزراء القادمة، لأنه رئاسة الوزراء منوطة بالكتلة الأكثر عدداً التي هي تمثل الإطار حالياً ولديها مرشح مطروح. وإذا كان الحديث بعد التوافق على في جلسة على تغيير رئيس وزراء فالإطار معني بهذا الأمر. لحد الآن مرشحه هو محمد الشياع السوداني ولم يتم التوافق على شخصية أخرى لحد هذه اللحظة. طيب ما محمد الشياع السوداني مرفوض من قبل التيار الصدري بحكم أنه قريب جدا لدولة القانون ومحسوب أنه مرشح المالكي. أولا هو لم يكن مرشحا للمالكي، إنما هو مرشح الإطار بشكل حقيقي. وإذا يعني أنا قلت لك إذا لحد هذه اللحظة مرشح الإطار هو محمد الشياع السوداني، فبالتالي إذا كانت الرغبة أو اعتقد الإطار بأن واحدة من الحلول التي من الممكن أن تخرجنا من هذه الأزمة يعني أقل الخسائر هو تبديل السيد الشياع السوداني لربما، لكن الخيار يبقى إلى الإطار. فالسيد علاوي هو لم يكن خيارا إلى الإطار أبدا لتسنم منصب رئاسة الوزراء لهذه المرحلة. طيب خلينا ننتقل دكتور مجاشع وأسألك، يبدو أن الأمور ماشية نحو الحل من كلام السيد وائل، يبدو أن الحكومة ستتشكل بعد أيام قليلة، هل هذا تقارب من التيار الصدري مع الإطار التنسيقي خصوصا وإحنا شفنا تأجيل التظاهرة المليونية؟ شكرا جزيلا ست منى وتحية لكم ولضيفكم الدكتور وائل الركاب ولجمهوركم الكريم. يعني هنا اسمحي لي أن أختلف مع زميل الدكتور وائل الركابي، القضية لا زالت يعني في مكانها من وجهة نظر يعني التيار الصدري. لا توجد هناك اتصالات على مستوى الزعامات بين السيد مقتدى الصدر وأي طرف من أطراف الإطار التنسيقي. السيد مقتدى الصدر ما زال مصمم على عدم يعني فتح أي باب من أبواب الحوار، خاصة وأن هناك شروط لدى السيد مقتدى الصدر. لا يمكن للسيد مقتدى الصدر في هذه الأزمة أن يعود إلى نفس السيناريوهات الماضية التي كانت دائما ما تبدأ وتنتهي بصفقة سياسية. هذه المرة السيد مقتدى الصدر مصمم على المضي، واليوم كان حتى في يعني بيان تأجيل التظاهرات إلى أشهر آخر أيضا الحث على مواصلة الاعتصامات. ولحد هذه الساعة هناك الكثير من الحشود التي الآن تصل إلى يعني قصر المؤتمرات مقر المعتصمين والمتظاهرين، وفيما يبدو أن تراجع السيد مقتدى الصدر في هذه الأوقات يعني غير وارد إطلاقا. ومن يتحدث هنا عن المبادرة هي من داخل الإطار التنسيقي، لأن حتى للأسف الشديد حتى الخطاب الموجه من قبل قوى الإطار التنسيقي لا يشعر الطرف الآخر بأن هناك فعلا مبادر للأزمة. السيد هادي العامري الآن يقود محاولة على الأقل أن تكون هناك مبادرة، وإن كانت هذه تسمى مبادرة العامري يعني مبادرة عامرية وليست إطارية، وهناك من يتحدث بأنها جاءت بتكليف من الجانب الإيراني. كل هذه الأمور واضح جدا أن حتى للأسف الشديد المقربين من السيد يعني السيد العامري لم يتغير خطابهم، ما زال هذا الخطاب المتشنج والخطاب التي يثير للأسف الشديد يعني استفزاز التيار الصدري. لهذا المعلومات المؤكدة تشير إلى أن السيد مقتدى الصدر لغاية الآن لم يغير من موقفه، وحتى القوى القريبة من السيد مقتدى الصدر لم تتحدث عن أي حوار يجرى الآن. يعني الشروط السيد مقتدى الصدر واضح لغاية الآن، هو يجب أن تكون هناك ضمانات حقيقية، لأنه لا يمكن التيار الصدري انحرج كثيرا خلال الفترات الماضية من جمهوره ومن جمهور يعني المؤيدين المريدين له من خارج التيار الصدري، لأنه يعني ربما تراجع من نظر يعني القوى الأخرى حينما تم الاتفاق على حل الأزمات كما حصل عام 16 وعام 19 ومن ثم 20. لهذا ست منى لغاية الآن لا توجد بوادر من يتحدث عن التقارب، هي من داخل قوى الإطار التنسيقي. يعني الإطار يحجون وحدهم دكتور مجاشع؟
يعني هم يتمنون أن يصلون إلى حل، خصوصا وأن السيد مقتدى الصدر واضح جدا أنه لن يتراجع وأنه لن يسلم مبنى البرلمان في هذه الظروف. هذا مبنى الشعب، وقوى الإطار قوى التيار الصدري انسحبت من البرلمان، وبهذا يعني حسب نظرية التفويض فإن التفويض عاد إلى الشعب، والشعب الآن موجود في مجلس النواب، وربما إذا ما تم تصعيد الأزمة من قبل بعض قوى الإطار التنسيقي، وهناك للأسف بعض التصريحات ربما سيتمدد هذا الاعتصام ويشمل مناطق أخرى. زين، أنا ما أريد أطلع من مبادرة هادي العامري، ولذلك سوف أنتقل إلى سيد وائل الركابي وأسألك عن حقيقة التدخل الإيراني في هذه المبادرة. والله شتمنا، يعني أعتقد أنه الأزمة السياسية العراقية منذ نتائج الانتخابات وإلى الآن ولا يوجد أي تدخل خارجي في هذا الشأن، وعلى ألسنة كل الطبقة السياسية، بدليل أن تغريدة سيد مقتدى الصدر عندما انسحب أعلن بصراحة بأنه انسحب لم ينسحب بناء على أي ضغط خارجي. وعندما يتحدث سيد مقتدى الصدر يعني لا يخجل أبدا ولا يخشى من أن يقول أن هناك طرفا قد ضغط علي، ولا ويعني كانت المواقف واضحة أثناء زيارة بعض الشخصيات إلى سماحته في الحنانة. أيضا كان لم يستقبل ويعلن في بعدها مباشرة بأنه لا شرقية ولا غربية في تغريداته المعروفة. أي بس معروف عنكم، يعني حتى من يريدون يهاجمون الإطار التنسيقي تبعية ذيول، ويقصدون به أنتم أقرب إلى إيران، تتحركون بأوامر إيرانية. هسا أولا سيدتي الكريمة خلي شوية أحكيات بكل صراحة. نعم. لحد هذه اللحظة لم يصدر من في التغريدات شيء يتهم الفاسدين والتبعية الذي يعني ينعتون بالفاسدين والتبعية بعنوان سياسي معين أبدا، إنما هي صيغة العموم، نحن ضد ضد الفاسدين ولا نتحاور مع التبعية. أما مفردة الذيول فهذه مفردة يستخدمها من يخرج عبر قنوات تلفزيونية يمثل وجهة نظره، لأنه لحد هذه اللحظة بالمناسبة منذ انسحاب التيار الصدري وإلى الآن ولم يخرج عبر وسائل الإعلام متحدثا رسميا باسم التيار الصدري أو يعلن عن نفسه ويمثل عن نفسه يعطيها صفة الانتماء إلى التيار الصدري، إنما من يدافع عن فكرة التيار الصدري جميعهم إما محلل سياسي أو رئيس مركز دراسات أو فبالتالي لا أستطيع حتى أكون منصف، لا أستطيع أن أحمل التيار الصدري أو زعامة التيار الصدري مسؤولية ما يتحدث به هؤلاء، لأنه هؤلاء من الممكن بس جدا. بس التغريدات واضحة وكتب فيها تبعية إلى من؟ إلى إيران. يعني على الأقل أنا أحد المتحدثين الآن، ويعني بشكل أحمل صفة عضو ائتلاف دولة القانون. أي. لا أعتقد أن التبعية المقصود فيها بشكل مباشر دولة القانون أبدا، يعني أستبعدها بشكل نهائي، وكذلك يعني بقية أطراف الإطار. لم يكن، أخبرتك يعني قلت لك من بداية الأزمة لحد الآن وإيران لم تتدخل بالشأن السياسي العراقي مطلقا، لو كانت تتدخل لكان تدخلها واضح على الأقل في بعض المفاصل التي تحتاج إلى رؤية واضحة، يعني موقف مبين هذا موقف يمثل الجهة الفلانية الغربية الشرقية الشمالية الجنوبية، فبالتالي لا يوجد لحد هذه اللحظة هكذا تدخل حسب معلوماتي. إما استخدامها هسه هذا موقف يعبر عن من يستخدمها ويعتقد أن الإطار هو تبعية لمن؟ يعني اليوم إذا كان البعض يعتقد أنه التبعية إلى إيران من خلال المذهب فهذه يعني ما فيها بأس أبدا، أما تبعية للإملاء أنا أعتقد لا أحد في الإطار يأخذ الأوامر من أي طرف خارجي مطلقا، يعني الشأن شأن عراقي والكل ينطلق من رؤية عراقية، لكن اختلاف في وجهات النظر، اختلاف في طريقة التعاطي مع الموقف، هذا إذا كان لا يوافق التيار الصدري فهذا يعني شأن يعنيه فقط.
طيب خلينا نرجع الدكتور مجاشع وأسألك عن التغريدة الأخيرة لوزير القائد أو للسيد مقتدى صدر اللي قال لا تظاهرات وبرر بأن يؤجلها حفاظا على السلم الأهلي. هل هناك خطر من الإطار التنسيقي أو هل هناك خطر لفتنة حقيقية شيعية بين الإطار والتيار؟ ستمنى يعني لغاية الآن هناك من يتحدث على أنه يعني قضية الذهاب إلى الصدام هذا يعني محرم كل الأطراف، وهذه يعني لحد هذه اللحظة هي نقطة إيجابية يعني ثورة الآن ثورة جياع موجودة في الشارع العراقي، ولكن الحمد لله هذه ثورة مختلفة عن الثورات التي حصلت في العالم، حصل فيها إراقة الدماء، لكن نحمد الله أنه لحد هذه اللحظة لم يحصل أي يعني تصادم. والآن الكل مقتنع أن يعني بوادر التصادم يعني العوامل التي تؤدي إلى التصادم قابلة للتحقيق للأسف الشديد. لهذا أنا أعتقد أن هناك بعض المعلومات التي وصلت للسيد مقتدى الصدر، والسيد مقتدى الصدر لديه خط أحمر للتصادم بين قوى الإطار التنسيقي، يعني على الأقل متظاهري الإطار التنسيقي والمعتصمين الموجودين داخل المنطقة الخضراء. هذه واحدة من المحرمات ومن الخطوط الحمراء للسيد مقتدى الصدر. طيب تتوقع أنه الإطار ممكن يغلط هيك غلطة ويحول التظاهرات والتظاهرات المضادة إلى يعني فتنة ومواجهة مسلحة؟ ست منى، الآن يعني هناك تصريحات وهناك تشنج كبير وهناك نوع خطاب كراهية قوي جدا. ولعلك يعني من طالع خطاب الكراهية، من الإطار لو من التيار؟ من يعني للأسف التصريحات التي تصدر من أطراف مختلفة داخل العملية السياسية ودائما ما تحذر كلها يعني تؤدي بالنتيجة إلى زيادة الكراهية بين يعني المكونين على الأقل محبي ومريدي هذين الطرفين. ولعلك يعني قرأتي وسمعتي باعتبار يعني أنت ما عاصرتي هاي الحرب في بداية التسعينات عندما حصلت الحرب بين داخل الإقليم كردستان، يعني هناك تصريحات كانت متبادلة من كلا الطرفين بأن الحرب ممنوعة وخط أحمر ولا يمكن للأكراد أن يتصارعوا فيما بينهم بين اليكتي والبارتي، لكن في نهاية المطاف دخلوا في الحرب اللي تسببت بها الدجاجة؟ لا، الحرب التي حصلت عام 94 أي نعم. هذه الحرب استمرت للأسف الشديد، وبالتالي يعني هناك أطراف كردية دائما ما تذكر القوى الشيعية من أنهم على الرغم من أن هناك يعني مبادرات وتصريحات لمنع حصول هذه التصادم، لكن التصادم للأسف ممكن أن يحصل في أي لحظة. ومن جانب المسؤولية الأخلاقية والدينية والشرعية لسيد مقتدى الصدر يعني أجل هذه المرحلة، خصوصا وأن هناك للأسف هذا يخالف الإطار التنسيقي لا ردة فعل. هو الآن دكتور مجاشع، هذا يخالف مثلا تصريح قيس الخزعلي اللي قال اهدوا بدون مناكفات، ولا وهذا يخالف أيضا خطاب نوري المالكي الذي يدعو إلى الحوار، يخالف خطاب جميع قادة الإطار اليوم يريدون الحوار. لا ست منى، يعني إحنا لحد هذه اللحظة قضية التسريبات لن يعني تنسى من قبل قوى التيار الصدري والسيد مقتدى الصدر، وهو واحدة من النقاط المسجلة على يعني القضاء، هو أن يريد أن يتم يعني معرفة نتائج هذه التسريبات. تصريحات صدرت أيضا يعني مؤسفة من السيد الحكيم، ومعروف أن السيد الحكيم واحد من الشخصيات المعتدلة ولديه كانت علاقات طيبة، وزاره السيد مقتدى الصدر مع السيد مقتدى الصدر، لكن لعلك تتذكرين التصريحات، وأنا لا أعرف يعني من الذي يعني تسبب بهذه التصريحات وأقنع السيد الحكيم على أن يخرج في ذلك اليوم خطبة صلاة الجمعة. وايضا يعني نتذكر ان هناك تصريحات صدرت من اطراف مختلفه من داخل الاطار التنسيقي هي مستفزه كثيرا للتيار الصدري، وهي من بدات بطريقه واضحه لاثاره هذه الازمه. الازمه كان ممكن ان تحل لو كان هناك بالفعل مسؤوليه يعني وطنيه لرجال نخبه سياسيه حقيقيه. حتى بالنسبه يعني استفزاز السيد مقتدى الصدر، يعني هناك الكثير اليوم من يتحدث ويشكل على قوى الإطار التنسيقي إنها هي من تسببت على الأقل باستبدال نواب التيار الصدري. أنا لست صدريا وأقول لو تم تأجيل حتى لو وافق السيد الحلبوسي، ولكن لو اعترض يعني الإطار التنسيقي ولم يذهب إلى جلسة كان بالظاهر مالها هو التنديد بالقصف التركي، ولكن في حقيقتها كانت هي أشبه بالتفاف على السيد مقتدى الصدر، ومن ثم يعني تم يعني تمرير قضية استبدال نواب التيار الصدري. مو بس انتقل سيد وائل الركابي واسالك، هو مو بس تصريحاتكم، حتى تظاهراتكم بها استفزاز للسيد مقتدى عن طريق اختيار نفس التوقيت، نفس المكان، نفس الساعة، ساعة بالخمسة تكونون يوم السبت في تظاهرات مليونية مقابلة
يعني أنتم تستفزون التيار الصدري بتصرفاتكم؟ يعني أبدا لا توجد أي يعني تغريدة من قبل دولة القانون أو الإطار فيها استفزاز إلى سماحة السيد مقتدى الصدر أو إلى التيار الصدري بشكل عام. يعني التغريدات التي تتحدث عن احترام القانون، يعني هل التيار الصدري لا يريد أن يحترم القانون؟ التيار الصدري عندما فاز بنتائج الانتخابات ككتلة فائزة، ألم ينتظر المصادقة القانونية من قبل المحكمة الاتحادية لكي يكون الأمر قانوني؟ وبالتالي من كان يتظاهر حينها معترضا على تلك النتائج وعلى تلك العملية الانتخابية ألم يمتثل إلى رأي المحكمة الاتحادية؟ إذن الجميع متفق على خطوات قانونية. الاختلاف ليس في قضية استفزاز يعني التيار الصدري بشيء أو لا، أما الموعد لم يحدد الإطار على أن السبت أيضا في الساعة الخامسة، إنما قال أنني سأقيم مظاهرات في يحدد موعدها في وقت لاحق، يعني لم يحدد على بنفس التوقيت بشكل دقيق. أي بس هي تظاهرة بتظاهرة نفس المكان، تريدون عدد، تريدون تأججون الوضع؟ لا أبدا إطلاقا. شوفي ست منى، يعني أنا على الصعيد الشخصي المتحدث شخصيا لا أميل إلى لغة استخدام الشارع من كل الأطراف سواء كان من الإطار أو التيار أو أي طرف آخر، لأنه الشارع ما معقولة بي بس هالفئتين، لا بمجموعة تتعطل أعمالها وتتأخر ويرهبها القلق ويذهب البعض إلى مخاوف أخطر. هذه ناحية. من ناحية أخرى عندما يكون الحديث من قبل التيار على أن اليوم المطالب التي يريدها بانتخابات مبكرة في وجود تعطيل جلسة البرلمان بتغيير بعض المواد الدستورية، جمهور الإطار يعتقد أنه أيضا هو جزء من هذا الشعب، هو يدعو إلى استخدام الآلية الحقيقية التي يعتقد فيها هي الأصوب نحو التغيير والتي قد تتلائم وتنسجم مع مطالب المتظاهرين الحاليين في البرلمان. يعني إذا كانت انتخابات مبكرة نعم قد تجدين جمهور الإطار أو الساسة الإطار يرغبون أيضا بانتخابات مبكرة، لكن كيفية تنفيذ وتطبيق هذه الانتخابات من هي الجهة المسؤولة عنها؟ أليس البرلمان الذي لا بد أن يشرع قانون انتخابات جديد، يغير انتخابات يغير مفوضية، حكومة تصريف الأعمال لا بد أن تنتهي لأنه ليس من صلاحياتها الآن التعاطي والتهيئة لانتخابات قادمة. هذا الاختلاف في طريقة الآلية. أما قضية النزول إلى الشارع بالتأكيد أنه التيار الصدري يعلم أنه وجود جمهور إلى الإطار، إذا كان لا يعلم فهذه مشكلة، وكذلك الإطار يعلم أن التيار جمهور موجود ومؤثر زين. وإن كان لا يعلم ويسعى إلى التصادم أيضا هذه مشكلة، لكن أنا أتصور بقناعتي الشخصية أنه لا وجود لتصادم، ونعتمد على رأي الحكماء وما سمعناه اليوم من سماحة السيد مقتدى الصدر. ايه؟ هو واحد من الأشخاص الحكيمة الذي يعول عليها العراق اليوم. حكيمة طيب، وماذا بشأن وصف نوري المالكي عمار الحكيم قيس الخزعلي بالشؤم؟ ثالوث مشؤوم، ثلاثة شؤم بالإطار. يعني هسه هذا أنا ما أقدر أعتبره تصريح للسيد مقتدى الصدر، تغريدة الأعتقد. الثالوث المشؤوم يعني بنفس تغريدة السيد مقتدى الصدر وزير القائد. يعني مو قلت لك أنا بالنسبة لي أعتمد المواقف الرسمية. ده وزير القائد رسمي. لا لا لا، يعني شوفي يا مست منى، أكو قضية يعني اليوم لو أكو واحد يريد يحمل التيار الصدري مسؤولية ما قاله وزير القائد أو ما يكتبه، إيش تتوقعين القانون سيحكم لمن؟ عندما يتبرأ مثلا التيار الصدري عن هذه الصفحة مثلا، لا يوجد جزاء قانوني يحمل التيار الصدري مسؤولية ما يد، لأنه صفحة تكاد أن تكون غير ممثلة لشكل حقيقي للتيار، على عكس ما يغرد سماحة سيد مقتدى الصدر في تغريداته.
أنا يعني أعتمد الموقف الرسمي من خلال تغريدات سيد القائد. الإطار التنسيقي لا ينظر إلى تغريدات وزير الصدر، لا يعتبرها أصلاً يعني تغريدات رسمية. يعني أتصور هذا الأمر اللي يعتبرون أنه تغريدات سماحة السيد مقتدى الصدر هي الوجه الرسمي له وللتيار الصدر. دكتور مجاشع، شلون تشوف وزير الصدر أو تغريدات وزير الصدر، هل هي مجرد صفحة وهمية أم هي لا تصريحات حقيقية منسوبة إلى التيار الصدري وتعبر عن شخص السيد مقتدى؟ يعني بالتأكيد هي صفحة، يعني أنا لا أريد أن أختلف مع أخي دكتور وائل، يعني لكن بالنتيجة هي يعني صفحة رسمية، والسيد مقتدى الصدر تحدث عنها في لقاء سابق، وهي يعني محترف بها، والتصريحات التي تصدر من يعني هذه الصفحة من يعني شخصية السيد مصلح العراقي هي يعني لا تختلف كثيرا عن تصريحات سابقة للسيد نور المالكي. هو السيد نور المالكي يعني دائما ما بداخله يعني للأسف الشديد يعني حرقة من 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 مواقف يعني قوى الإطار التنسيقي، وتحدث حتى في خطابه الأخير قبل أسبوعين نحو أسبوعين تحدث بمرارة عن تراجع يعني قوى الإطار التنسيقي، وتحدث وذكر حتى مواقف قوى الإطار التنسيقي. يعني نحن هنا إذا نريد أن نتكلم بالجانب القانوني فإن للأسف الشديد قوى الإطار التنسيقي ما أن أعلنت النتائج حتى تظهر، وهم يعلمون جيدا أن هذه النتائج مصادق عليها من قبل الهيئة القانونية القضائية الموجودة في المفوضية العليا للانتخابات، وهي بحسب القانون قراراتها باتة وملزمة. لكن للأسف الشديد قوى الإطار التنسيقي ضربت هذه الهيئة، وهي الهيئة يعني قانونية وقضائية. يعني هذه كانت بداية الأزمة لو تم يعني حسب ما تم الاتفاق مع جميع القوى السياسية في منزل السيد برهم صالح على يعني الاعتراف بنتائج الانتخابات بغض النظر عن الفائز أو الخاسر، كانت الأمور يمكن أن تمضي. ورغم هذا السيد مقتدى الصدر يعني حاول قدر المستطاع أن يعني يتحمل بعض الشيء وذهب بأكثر من مبادرة، لكن للأسف لم تحل. اليوم تكاد أن تكون الأزمة يعني مكررة مرة ثانية، لأن قوى الإطار التنسيق على الرغم من الإشارات التي وصلت من السيد مقتدى الصدر إلا أنهم لم يتنازلوا، بمعنى أننا ماضون إلى أزمة أخرى، أزمة جديدة ولا يمكن أن تحل. وصلنا ستمنى إلى قضية أن إذا انسحب السيد مقتدى الصدر أو تراجع وشكلت حكومة، وأنا أستبعد أن تشكل حكومة في هذه الظروف، إذا ما شكلت حكومة فأنا لا أتوقع يعني أن تمضي هذه الحكومة، وحتى السيد مقتدى الصدر لا يمكن أن يقبل بها، لأنه بالنتيجة هو شخصية سياسية. ما إحنا بلا موازنة، إحنا بلا حكومة، إحنا بلا دولة. هذا المفروض أيضا، هذه المفروض يجب أن تقدم هذه الأسئلة قوى الإطار التنسيقي. أنتم من بدأتم طبعا هذه شوف ست، هذه أزمة للأسف أزمة متوقعة. يعني من عمر العملية السياسية في العراق كنا نتوقع أنه سنصل في يوم من الأيام إلى حالة الانسداد. يعني الدكتور وائل الركابي يتحدث بأنه لا تدخل، وأنا أقول بأمانة أنه كل الحكومات التي شكلت كانت برعاية خارجية. يعني للأسف الشديد لم تعطى اهتماما للشعب العراقي في جميع المباحثات التي شكلت على أساس الحكومة. زين، هو هو التيار الصدري موافقة إيرانية وأمريكية. زين، التيار الصدري بعيد عن الإرادة الإيرانية. سيدتي العزيزة، للأسف الشديد واحدة من العوامل التي أدت إلى انهيار العملية السياسية أو وصولها إلى حالة الموت السرير هو غياب القرار السياسي المستقل عندنا بالعراق. للأسف هذا القرار واحد من الأسباب التي أدت إلى انهيار العملية السياسية. تريد تقول لي أنه التيار الصدري قريب بطريقة غير مباشرة؟ التيار الصدري طبعا بالنتيجة هو لديه علاقات طيبة مع الجمهورية الإسلامية، ونحن لا نحترض أبدا أن تكون لدينا علاقات طيبة مع الجمهورية الإسلامية، مع يعني السعودية، مع تركيا، مع أمريكا. ليش نحسب التيار الصدري علاقة طيبة وأصدقاء عادي ونحسب الإطار التنسيقي ذيول وتبعية؟ لا أبدا، أنا هاي مو وجهة نظري. هاي الاتهامات التي توجه لقوى الإطار التنسيقي هي للأسف يعني كثير من القوى السياسية تعتقد بأن العراق يعني الخيمة العراقية يعني ربما لا تستطيع أن تستظل بها، لهذا هي تلجأ. يعني دائما القوى السياسية تعتقد أنه يجب أن تكون لديها علاقات مع إحدى دول الجوار. يعني إحنا نتحدثنا عن التدخل الإيراني، التركي، السعودي، الأمريكي، كل هذه تتدخل وللأسف الشديد تنتهك السيادة العراقية. هذه الموضوع واحدة من عيوب العملية السياسية في العراق.
يعني السيد مقتدى الصدر لديه علاقات طيبة مع الجمهورية الإسلامية، مع السعودية، مع تركيا، وهو ينتقد ويتحدث بقوة. يعني لاحظي حينما تم ضرب يعني قصف إيران لأربيل احتج السيد مقتدى الصدر، وبنفس اللغة احتج فيها حينما تدخلت وقصفت، يعني دائما ما تقوم بقصف وانتهاكات للسيادة من قبل تركيا. احنا اليوم وصلنا الى انسداد سياسي كما هو واضح، ويبدو انه السيد مقتدى صدر يسيطر جدا على العملية. ليش ما يخلي حد يعني، يا اما يروح هو عزل البرلمان خلاص، يعزل رئاسة الجمهورية، تعزل رئاسة الوزراء، وننتج حكومة جديدة من الشعب. سيد مقتدى الصدر يعني يقود هذا كله. هذا كلام ست منى، هذا كلامك يعني مبدئي يجب أن يكون، لكن بالواقع الحال الواقع مختلف تماما عن المبدأ. من ممكن يوقف بوجهه؟ يعني احنا اليوم في أزمة حقيقية، احنا مو انسداد، احنا عبرنا مرحلة الانسداد، احنا اليوم في أزمة حقيقية، وكل الأطراف عجزت على تقريب وجهات النظر. إن كانت سيد مقتدى إذا أراد يشكل حكومة هسه بهالحال بهالوضع، من ممكن يوقف بوجهه؟ لا أبدا، مو هي الحكومة يجب أن تكون في سياقاتها القانونية والدستورية. وحتى السيد مقتدى الصدر اليوم حينما لجأ إلى القانون ولجأ، يعني هو الآن يسير بخطين، خط تظاهرات وخط قضائي قانوني، يعني يعتبر أن نترك السياسة الآن نتحدث بجانب قانوني. السيد مقتدى الصدر ذهب إلى المحكمة الاتحادية باعتبار المحكمة الاتحادية جاوبه مجلس القضاء الأعلى. إحنا نتحدث عن المحكمة الاتحادية العليا، وهي محكمة مستقلة إداريا وماليا، لا دخل لها بمجلس القضاء الأعلى. وهناك دعاوى مقدمة إلى المحكمة الاتحادية العليا. من أعطى الشرعية لمجلس النواب؟ هي المحكمة الاتحادية العليا حسب المادة 93. المحكمة الاتحادية لديها يعني اختصاصات مهمة. هناك من يقول أنه يجب أن يكون حل البرلمان عبر المادة 64 من الدستور. لا، يجب أن ندخل إلى يعني تفاصيل، يعني مو ندخل بس ناخذ المادة 64، اكو اسباب اخرى. مجلس النواب للاسف الشديد اخفق خلال 10 اشهر، اخفق وضرب التوقيتات الدستورية عرض الحائط. لهذا هناك دعوات، طبعا بالمناسبة هي مو دعوة مقدمة من السيد مقتدى الصدر، في شهر 5 قدم السيد نديم الجابري والسيد صلاح العرباوي وبنكي الركاني واساتذة مختصين السيد جمال الاسدي دعوات الى المحكمة الاتحادية من اجل حل هذه الدورة البرلمانية. وهناك بالتأكيد يجب أن يكون هناك دورا للمحكمة الاتحادية، لأن التفسير التي يعني على أساسه اجتهدت المحكمة الاتحادية به هو من ربما يعني عقد الأزمة. طيب السيد وائل، يبدو أنه السيد مقتدى الصدر مسيطر على الأوضاع، نازل من خطين، خط الشارع وخط القضاء، وهو صاحب الملعب، هو اللي راح يتحكم بكل الوضعية السياسية. منو ممكن عندكم يكون بقوة مقتدى الصدر؟ ست منى، الموضوع ما متعلق بشخصية معينة سياسية أو بكتلة سياسية. اليوم قرار الانتخابات المبكرة وقرارات تغيير المواد الدستورية والقرار الاتحادي القضائي بالنسبة للمحكمة الاتحادية، هذا أمر لدينا شركاء في الوطن، ليس قرارا شيعيا وخلاف ما بين الإطار والتيار. الشركاء صمتة، كل شيء ماكو خلص. هو إذن يعني الآن يعني وكأنه هم ينتظرون شيئا أو نتاجا من هذا الخلاف الشيعي الشيعي لكي يعلنوا عن رأيهم. وأنا طالبت في إحدى اللقاءات مع الفضائيات، قلت لابد أن نستمع إلى الموقف الكردي بشقيه، والموقف السني أيضا بشقيه، بخصوص ما يجري الآن من مطالبات جماهيرية قد يتفق معها الإطار أو لا يتفق، يعني أو يختلف حول الآلية. لكن هذا القرار إذا كان سكوتكم يعني أنتم غير معنيين في القرارات التي سيتخذها الشيعة من الإطار والتيار، فإذا لا يسمح لكم فيما بعد إذا ما قرر الجمهور الإطار وجمهور التيار أو ساسة الإطار وساسة التيار على تحديد موعد قادم لانتخابات أو تشكيل رئيس وزراء، تشكيل حكومة وإلزامها بسنة معينة أو بتاريخ معين لكي تحدد انتخابات مبكرة. يعني بعد لا حد يعترض ولا حد يجي، لأنه الآن يجب أن نسمع صوتكم في هذه الأزمة. أنتم تقفون مع من؟ مع القانون
مع المنطق، مع الإطار، مع يعني التيار، مع أي جهة. السنة يخافون ينطون رأيهم، أكيد كلنا نعرف شنو اللي صار بين صارت تظاهراتهم، لهذا يخافون أصلاً يكونون ويا الإطار أو التيار. طبعاً هذه أنا ما أميل لها، هذه قضية يعني الخوف السياسي مثل السنة والأخوة الكرد من الديمقراطية أو غيرهم يخافون أن يتدخل. ما عندهم سلاح مثلكم. شلون؟ ما عندهم سلاح مثلكم. وليش هسه شنو احنا السلاح مستخدم هو؟ اعوذ بالله، الله يبعد السلاح عنا. الحشد الشعبي لديه تصريحات منذ يوم امس والى الان، وهو يحاول ان يدعو الى التهدئه، بل طمأن العراقيين جميعا بانه سيكون مع السلم الاهلي، ولا سامح الله اذا ما حدث شيء. اطلاقا لن يحدث شيء، ولن تطلق طلقه، ولن يستخدم سلاح. وهذا موضوع السلاح الذي يتعكز عليه البعض على أساس أنه الشيعة من يمتلك السلاح، هذا يعني تبرير. بعد منو يمتلك السلاح؟ سنة؟ لا، الدولة. نعم، إذا أردنا أن نتحدث عن مجاميع فالكل يملك السلاح، الكل يمتلك السلاح يا سيدتي الكريمة. والله يعني حتى العشائر العراقية الآن تمتلك السلاح وقادرة على أن تحمل وترفع في وجه أي جهة أخرى. نحن نقول لا داعي لكي نؤزم المواقف، بقدر ما تعالوا نحل المشكلة. الحل هو في التفاوض، الحل في الحوار. أنا شخصيا متفائل رغم كل ما يجري الآن من ما يسمى انسداد أو أزمة، أو البعض يتوقع أنه سماحة السيد مقتدى الصدر لن يقبل بالحوار. أنا أعتقد اليوم الحاج هادي العامري سيكون ممثلا، ليس عن الإطار، سيكون ممثلا بعد زيارته إلى كردستان العراق، سيكون ممثلا عن ساسة العراقيين جميعا بكردهم وسنتهم وشيعة الإطار، ويلتقي قريبا لربما مع سماحة السيد مقتدى الصدر، وتؤول الأمور إلى نتائج مرضية لكل الأطراف. بدون كفيل راح يروح وحده السيد هادي العامري؟ هسه بس هادي العامري بالخير والبركة، وإذا رافقه من يرافقه من أخوانه فزيادة الخير خيرين، لكنه الحاج العامري يكفي ويزيد، وبالتالي هو يمثل رأي الإطار بشكل عام ورأي الأخوة الكردي. أعتقد على ما يعني تمت من تجربات بين السيد الصدر والسيد العامري قريب، التوافق قريب، واللقاء تقصدين؟ اللقاء والله إن شاء الله أنا أعتقد قريب جدا 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 جدا، ولربما نسمع أنه يعني نتائج هذا اللقاء التي هي تؤكد على التوافق الحقيقي على معطيات تهدئ الشارع ويعني توجد حل لهذه المشكلة، ولربما يحدد من خلالها رئيس وزراء قادم غير هذه الحكومة، حكومة تصريف الأعمال تلزم بمدة زمنية يجرى من خلالها انتخابات. هل ستبقى القضايا الأخرى؟ تعديل بقانون الانتخابات، هذا يبقى الحال نفسه ويعدل بأشياء بسيطة، يعني من الممكن أن يتم التوافق. لكن هذا الانسداد وهذا التأزم سينتهي قريبا إن شاء الله. باكر رايحين المبادرة الكاظمي إن شاء الله؟ والله لا بأس في الاجتماع ولا بأس في اللقاءات إذا كانت تفضي إلى أشياء تخرجنا من هذا المأزق من أي جهة كانت، ليست فقط من الكاظمي. وإن كانت مبادرات الكاظمي جاءت متأخرة للأسف الشديد، كان ينبغي عليه كرئيس وزراء قبل 4 أشهر وخمسة أشهر يطرح هكذا مبادرات، لكن الرجل هذه إمكانيته، وتعود دائما على أن يلعب بالوقت الضائع. هذه إمكانيته يعني هذه قدرته على يعني التعاطي والتعامل مع الأحداث، ما ينظر لها يعني ما أدري يعني كأنه بارد، شلون يعني ما أعرف، يعني جدا جدا حليم، يعني مو كأنه رئيس وزراء ويبحث عن مصلحة بلد. حليم. تشوفين كردستان متعرض إلى هجوم من قبل تركيا وشهداء وهو ما إلى أي صوت، أحداث مظاهرات ما إلى أي صوت، ما يعني ما أعرف. بالأزمة تلقينا أنه هو رجل مسترخي جدا، ولا نسمع له حسيسا ولا صوتا. نيالة. والله نيالة. خلينا ننتقل دكتور مجاشع،
التيار الصدري راح يكون موجود باجتماع يوم غد بمبادرة الكاظمي؟ يعني حسب المصادر وحسب المعلومات والتصريحات والتغريدات لا يمكن الآن. يعني هي قضية الذهاب إلى الحوار هي بحد ذاتها هي العقدة الرئيسية والمشكلة، لأن التيار الصدري يعتقد أنه خلال 18 عاما قد يعني استهلك الكثير من الحوار بين القوى السياسية للأسف الشديد، ولم تفضي إلى أي حل لهذه الإشكاليات. كل أزمة دائما ما كانت ترحل عبر صفقة سياسية ومن ثم تشكل حكومة، يعني وهي حكومة بعيدة كل بعد عن مصالح الوطن. السيد الكاظمي اليوم يحكي وحده لو راح يحكي وحده ويا الإطار؟ سيدتي يعني هو على الأقل هناك بحدود 15 مبادرة 16 مبادرة لغاية الآن، منذ بداية الأزمة لغاية الآن هذه المبادرات كلها من وجهة نظر التيار الصدري يعني لم تعالج الإشكالية الحقيقية. يعني أن الإشكالية أننا نريد أن يكون هناك حوارا يعني منتجا، ليس أن نذهب إلى الحوار من أجل أن نتحاور. بعدين قضية يعني القضايا الآن معقدة جدا، والحوار ربما لا يتم حل هذه الإشكاليات بالحوار، يجب أن يتم هناك اتفاق، وهذا الاتفاق يعني تتم بموافقة الأطراف المختلفة كافة ومن ثم نذهب إلى الحوار. سنشهد لقاء العامري في الحنانة مع السيد الصدر قريبا؟ والله أنا من وجهة نظر يعني ما أعرف، أنا تصريحات الأستاذ الدكتور وائل الرهاب ما أعرف جزء ربما من قبل القوى الإطار، لكن صدقيني أنا من المعلومات اللي عندي أنه لا حوار ولا تقارب في وجهات النظر. هناك مبادرة يعني الآن يعني من قبل السيد هادي العامري، أكو خفة الحدية بالخطاب، خف من قبل السيد مقتدى، وصف بشيخ الإطار اليوم بتغريدته. هي اصلا هناك علاقات طيبه، وهذه ليست المره الاولى التي يمتدح بها. قبل اسبوعين تقريبا كان اكو تصريح، لا كانت من قبل وزيره، لانها وحينها يعني وصفت بانها عتاب، لان السيد هادي العامري كان قد اتفق مع السيد نور المالكي على حل الازمه بوقت مبكر، لكن للاسف الضغوطات التي مورست على السيد هادي العامري من قبل قوى الإطار التنسيق. والله قبضت كبير إذا هيك يستقبل اعتاب من وزير الصدر. يعني ممكن، أنا من وجهة نظري وهناك توتر وهناك عتب كبير على السيد هادي العامري باعتباره هو بالفعل هو شيخ الإطار، وشيخ يعني بالنسبة لقادة العملية السياسية بالعراق باعتباره شخصية جهادية وسياسية كبيرة. ولكن للأسف الشديد اليوم احنا نلاحظ أن المقربين من السيد هادي العامري، وأنا أتحدث عن قيادات بدر، يعني خطابه مختلف تماما عن خطاب السيد هادي العامري. خليني أستغل آخر دقيقتين من البرنامج وأسألك عن المغازلة، مغازلة السيد مقتدى إلى جمهور الإطار، وقال لن يطيعوكم إلى قادته، يعني جمهور الإطار لن يطيعوا قادتهم. يعني إذا حضرت دائما تتابعين وأنت صحفية يعني معروفة وكبيرة، خطابات السيد مقتدى الصدر تغريدات دائما يصف الحشد بأنه حشدنا، وهو يعرف جيدا أن أبناء الحشد هم أبناء الوسط والجنوب، وهم أكثر المتضررين، وهم يقومون بعمليات جهادية ولهم دور كبير. فلهذا السيد مقتدى يعني هذا مو جديد على السيد، لا أبدا مو جديدة. والسيد مقتدى الصدر يعني يخاطب دائما، يعني أكو فرق بين القوى السياسية ومن موجود الآن في الصحراء في هذا الجو المترب في أيام البرد، في كل الشكر والتقدير لهم. طيب سريعا سيد وائل لو سمحت، هل تتوقع بأن جمهور الإطار سيتجه إلى التيار بعد التغريدة الأخيرة؟ هي القضية مو قضية يعني يتجه ولا لا، لكل طرف ولكل حزب ولكل كتلة لها جمهورها مهما كان حجمه ومهما كانت قوميته. فأتصور أنه اليوم الإشكال لم يعني ليس لدى الجمهور، والجمهور متعايش، وتجدين كل هؤلاء موجودين في منطقة واحدة، ولا ربما تجدين في بيت واحد، صح، أحدهما إلى جهة معينة والآخر. المشكلة مشكلة التوافق السياسي الذي أعتقد، أنا أعتقد أن هناك ثمة توافق، لأني متفائل في هذا الموضوع. نتمنى. عضو دولة القانون السيد وائل الركابي، شكرا جزيلا لك. الباحث في الشأن السياسي الدكتور مجاشع التميمي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا في كل مكان، ألتقيكم غدا إن شاء الله.